في كثير من السيدات بيستهينوا بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي. سرطان الثدي يعتبر من الأمراض القاتلة إن لم يكتشف مبكرا في سن مبكرة أو إذا ما فحصناه بشكل دوري. فيجب علينا إنه كل 6 أشهر لسنة نعمل فحص للثدي إن كان ذاتي أو إن كان ماموغرام. اللي مريت فيه ما بحب حدا يمر فيه. تحية لكل نساء الأرض وبنقولكم اهتموا بصحتكم لأنكم أنتوا أغلى معنا. صديقتي الصدوق اتحدثني وتحدث أسير عمران وهبة الرمحي نور. أنا بتحدث جميلة البداوي ديما بيعة ورؤى الصبان. توجهوا فورا للفحص.